بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ضمنها سموه خالص تمنياته لجلالة ملك المملكة المغربية بدوام الصحة والسعادة، ولشعب المغرب الشقيق اضطراد التقدم والتطور في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ببرقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي السيد سعد الدين العثماني الوزير الأول في المملكة المغربية مهنئا سموه فيها بهذه المناسبة الوطنية.